واحد السلام عليكم. شهور دغيا كيحزقوا ما عليناش، ما عرفت واش نتايا بحالي، ولكن انا واحد الانسان بسيط. الحاجه اللي بغيت لهاد الحياه هي راحه البال، بغيت نكون غرضي، بغيت نكون كونتنت، وهذا الرضا كيجينا انا هو اقصى درجه السعاده. حيتاش صافي حتى حاجه ما كتبقى تغرك مادام نتايا قانع بالوضع اللي عندك، ولكن الحياه ما غاديش كما بغيت انا ولا بغيتي انت. اذا قررنا انه التعاسه خاصها تحبس، لابد من التغيير، ولابد ما نوصلوا للزن مع الذات والثقه بالنفس والسيلف استيم يطلعوا له ستونكس الى اخره من الالعاب الزوينه. واحد النهار كنت نتفرج في درايف، البطوله نتاع رايان غوسلينغ اللي سبحان الله كيشبه ليا والعشره نتاع الناس كنعرفهم غير في المدينه. اللي لاحظت هو انه صاحبنا الدرايفر في هذا الفيلم داير بحال الا طافي الليل المشاعر، بحال عنده اللاج في الدماغ، المشاعر ديالو والتفكير ديالو بيناتهم واحد الديكالاج. كيسولوا شي حد شي حاجه خونا ما على بالوش، يقدر يجاوبك يقدر ما يجاوبكش، هو والكانا ديالو ما كيتزعزعش. ممكن يطرى لي بيطرى، لا فيزيائيا لا عاطفيا خونا زاكي بحال شي حجره. تنقول او ما كرهش نكون بحال هاد خونا، انا تقدر تخلي لي ياسين في فيسبوك يولي دماغي اكوانتوم سوبر كمبيوتر كيضرب مليون تشيك في الثانيه، واحد البروسيسين باور اللي تخلي اخر معالج ديال ايبك دي ام جي يبان بحال خدام بالفاخر. تنقول ومالنا على هاد الاوفر ثينكين، بغيت نولي بحال هاد الصاد هادي وما مسوقش انترستويسيزم او الرواقيات. البلان او ما فيه هو انه الانسان بلاص ما يضيع الشباب ديالو قدام البيسي كيتفرج من خيات شناوه فكي يوصل لواحد العمر. This video will take you inside iPhone factory. اللي خاصو يأدوبتي واحد الفلسفه في الحياه او لا مذهب ولا ما نعرف، حيتاش فاش كتقدم في العمر وكتعرف بقيمه الحياه وشحال صعيبه انك تعيش كادولت في هذا العالم، فراه خاصك واحد الميثود شد فيها او اللي يحسق لك الفرق. هذا الزمان ديالنا لا مود اللي كاينه دابا عند الشباب هو ستويسيزم. فانا كباحث عن الاستقرار النفسي قلت نضرب ضريبه على هذا البلان. المهم تحديا نجيك من الاخر استطعنا اكبر جليج ما بيني وبين الفلسفه ولا العلم غير بحث في جوجل، فاي حاجه كنقولها فخذها كترفيه وليس كحقائق تستند عليها في بناء رايك في اشياء الى اخر الاخره. حيتاش نهار جيت نقرا كتاب تاع الفلسفه اكتشفت جوج الحوايج، انه عندي الاو سي دي كوبلي مع الذاكره الحيه نتاع ديك هانسيت سميتها هاني دابا ديك دوري اللي فايندين نيمو اللي كتنسى كل جوج دقائق. بلان وما فيه هو انه ستويسيزم واحد الفلسفه اللي كتجمع مجموعه نتاع الاخلاقيات والمبادئ الشخصيه اللي البايونيرز نتاعها هما زينو اوف سيتيوم، وكل هدف نتاع الفيلوزوفي هو انك تحقق السعاده، ولكن الترم اللي اكثر دقه هو كيفاش تقدر انك تماكسيميزي السعاده وتبقى في ديك السعاده. داكشي علاش كيسميوها ترانكويليتي او الهدوء. الهدف نتاع الرواقيه هو انك تحقق هاد الحاله نتاع ترانكويليتي بلا ما تخلي العوامل السلبيه بحال الغضب ولا الحسد ولا الندم ولا الكآبه ولا الحزن يزعزعوا عليك داك ليطان ديال التوازن اللي كتكون فيه. المهم هو انه الرواقيه واقفه على بزاف نتاع التعاليم ديال مجموعه نتاع الرواد إبيكتيتوس سينيكا وماركوس أوريليوس وغيرهم، وكاينين كتاب حتى في العهد المعاصر حيتاش بقاو ناس خدامين بهاد الفلسفة وطوروها، وبزاف نتاع الناس اللي كيفهموا فراه كتبوا على الرواقية وأدبطوها مع الزمن المعاصر انطلاقا من التعاليم نتاع المعلمين القدماء. سو باش تفهم البلان خاصك تقرا الكتب الأساسية. بوم بام باك اي كان ريد. انا باش نكذب عليك ما عنديش القدره نتاع الانتباه باش نقرا الكتبه كاملين، داكشي علاش الكتاب اللي عجبني هو الكتاب ديال بي ويليام ايرفين الفن السعيد للسعاده الرواقيه. المهم جاني هذا هو اكثر كتاب اللي يقدر الانسان العادي بحالي ولا بحالك يستوعبه، وكيجمع ما بين الاولد سكول نيو سكول الفلسفه، وكيجمع داكشي كله في واحد القالب بسيط وجميل. المهم وماذا استفدنا من هادشي كامل؟ هل انا رواقي او من دعاة الستويسيزم؟ نو no. انا غير كنكتشف الحاجه وكيعجبني ناخذ منها النويطات اللي عجبوني، وهادو هما النويطات اللي عجبوني. البلان اللي فهمت هو انه ستويسيزم على العكس نتاع ستيريوتايب اللي كان عندي، حيتاش انا كنت كنتخيل الانسان ستويك كواحد الانسان اللي كيرفض المشاعر، عرفتي البلان ديال البوكر فيس او الوجه نتاع الطماره، فاش ما كتخليش داك اللي لاعب ضدك البوكر يعرف واش عندك اوراق مزيانين ولا لا من التعابير نتاع الوجه. صدق البلان في الحقيقه مغاير، حيت الرواقيه بحال قلتي هو انك كتحاول تماكسيميزي السعاده ديالك، ولكن ماشي عن طريق انك تكتم المشاعر بحال الكوكوت، ولكن انك تحاول تبعد المشاعر السلبيه عن طريق مجموعه نتاع الميكانيزمات.
مع الشكل ديال المينتال جيمناستيكس كتولي لاعب الجيم باز في الدماغ ديالك وكتفادتي في الاحاسيس السلبيه باش تبقى ديما ترونكيل. ولكن بالفعل واحد الحاجه اللي خدامه حيت اللي جيتي تشوف حتى حاجه ما خايبه ولا زينه امام البيرسيبشن ديالك عليها. دابا جا ندوي لك على دوك الميكانيزمات اللي كيخليوك تحافظ على التراكويليتي ديالك. او ماي جاد، عندك التصور السلبي او النيجاتيف فيزواليزيشن. هذا بلان بحال قلتي ركن من اركان ستويسيزم. لابد لاي واحد تابع هذه الفلسفه انه يمارس هذا التصور السلبي على الاقل مره في النهار. اول مره عرفت هذا التيرم كنقول مع راسي اوه واش هاد الحاجه اللي غادي تعاونني نزيد في السعاده اولا غادي طيح عليا الطين وتجيب لي القلق. حيت التصور السلبي هو انك تصور انه النعمه اللي عندك مشات او انك فاش تكون مقبل على شي حاجه فقط تصور في دماغك اشنو هو اكثر سيناريو خايب ممكن يوقع. فالامر نظريا كيبان طنز حيت واش انا باغي نكون سعيد في حياتي ولا باغي نكون ابيسيميست. ولكن الفرق في الرواقيه هو انك كتجي لهذا التصور السلبي كنوع من التامل اللي كيماكسيميزي السعاده وكيوجدك بسيكولوجيا ديما الاسوء. حيت الا كنتي ديما بريباري لاكفا سيناريو ممكن يوقع اشنا هي الحاجه اللي ممكن تخيب الظن ديالك مازال. فالبلان ما هو انك دونت تيك انيثين فور جرانتيد وما تعولش على الحاجه انه غدوم، والا فغادي تفقد الامتنان ديالك لديك الحاجه وهذا الشيء كيخليك تقدر ديك الحاجه اكثر وكيزيد الامتنان ديالك ليها مما كيماكسيميزي السعاده نتاعك رغم انه ديك الحاجه ماشي هي احسن حاجه اللي ممكن تكون عندك. مثال، قول عندك واحد البيس شيت بوكس اي 3 3 جينيراسيون شي كارت جرافيك انتغري قديمه انتل اتش دي. كتقول يا خكون غير كان عندي شي بيس نتاع الجيمين باش نقصر فيه ليغ اوف ليجند 4K 160 اف بي اس ونبقى حاصل في البرونز. ولكن انت في الوقت الحالي حازق فكتبقى تنكد على راسك كتمرد في دماغك ما هو عندك بيس نتاع الجيمين ما انت مهني في الدماغ. فالتصور السلبي كيقول لك انك تصور انه داك البيسي لو انه ما بقاش وفي ديك الحاله ما غاديش يبقى عندك فاش تقصر وتلهى في جيمز واخا بسط ما غاديش يبقى عندك باش تكونيكتا وما غاديش يبقى عندك باش تمونتي فيلز او لا دير ابحاث ولا تفرج افلام ولا ايفر. فبدون داك البيسي اللي واخا عيان لو انك فقدتيه فغادي تكون حياتنا نوعا ما اكثر تعاسه. فبالرغم من ان هذا البيسي اللي عند هذا الشخص عيان فهو تيبقى احسن من والو. شوف فاش كتصور انك فقدتي ديك الحاجه اللي عندك كل نهار فكيزيد الامتنان ديالك والقناعه ديالك بها وكترجع لذاك الفلو ديال ترانكويليتي اللي هو الهدف ديالك. هذا مثال ظريف حيتاش الكاتب كيعطيك واحد المثال ايجي نتاع واحد الاب اللي كيصحاب ليه ولادو دائما ليه والاب اللي كيمارس هذا التامل السلبي وكيتخيل انه فقد الولاد ديالو. الاب اللي واخد ولادو كحاجه اللي مطلقه وغرانتيد فكيدوز معاهم وقت اقل وامتنان اقل حيتاش عنده البيرسيبشن انه دائما له سو نهار في الفعل كيفقدهم فراه كيدخل في واحد الصدمه لانه كيعاودش يتعامل معاها وكيندم على الوقت اللي ما دوزوش معاهم. بينما الاب الثاني فاش كيمارس التصور السلبي فكيزيد يبغي يقضي وقت اكثر مع ولادو كل نهار ونهار لا قدر الله كيفقدهم بالفعل فراه ما كيطيحش في نفس الصدمه نتاع الشخص الاول وما كيندمش حيتاش هو ماكسيميز الوقت اللي قضاه مع ولادو. والتصور السلبي هنايا كان موجد مسبقا للصدمه فكيربح هنايا في جوج الحوايج كيكون قضى مع ولادو اكثر وقت ممكن وفي نفس الوقت ما طاحش في الدوامه تاع الندم اللي فقدهم. مثال اخر هو انك تصور كاس نص عامر كيقول لك الانسان المتفائل واو والكاس نص عامر ولكن الانسان المتشائم غادي يقول لك انه اوف نص الكاس خاوي. ولكن الرواقي غادي يقول لك واو كاس زوين هذا عندك شوف كي داير مزوق سعداتي بهذا الكاس اللي كيهز الماء وشوف كيفاش انه مقاد من ساج اللي شفاف وترونسبارون كيخليك تشوف شنو كاين لداخل. فهمتي البلان فاستويك ديما كيقلب على انه يماكسيميزي السعاده ديالو في اي حاجه عن طريق انه يتخيل انه يفقد الحوايج اللي عنده كل نهار. You ain't got the answer sway. ثلاثية التحكم the trichotomy of control. دابا باش تكون عندك ديك الواجهه الرواقيه ديال الانسان اللي ما كتزعزعو حتى حاجه خاصك اهم سلاح عندك باش تتعامل مع المشاكل اللي هي التريكتومي اوف كونترول. البلان وما فيه هو انك خاصك تصنف المواقف في الحياه لثلاثه نتاع الاصناف الحوايج اللي ما تقدرش تحكم فيهم بمره مثلا منين كتطلع الشمس الحوايج اللي تقدر انت تحكم فيهم اللي هما الاهداف اللي كديرهم والاشياء اللي فيها عوامل تقدر تحكم فيها وعوامل ما تقدرش تحكم فيها بحال الا دوزتي مثلا شي امتحان
والنتيجه نتاع داك الامتحان. Epictetus كيقول لك في الحاله واحد من التفاهه انك تصدع راسك مع اي حاجه ما تقدرش انت تحكم فيها، ولكن كيقول لك في نفس الوقت انه عندك السيطره المطلقه على الاراء ديالك والانفعالات ديالك. سو الحوايج اللي تقدر انت تحكم فيهم هي الحوايج اللي خاصك تحط فيهم الطاقه ديالك كامله وتستثمر فيها التخمام ديالك، واخا بلا الانفعالات فها ان حيتاش كيقول لك الكاتب على انها تصنف من الكاتيجوري 3. على سبيل المثال فاش كتكون انت داير ريجيم وكتبغي شي ماكله، فانت ديك الرغبه ديال انك تبغي تاكل هي راه واحد الرغبه فيزيولوجيه، واحد الامبولس، ولكن الرغبه ديالك انك تقاوم هذا الامبولس فراه داخله في الحوايج اللي كتحكم فيهم. امام اي حاجه كتبرصتك في الحياه فخاصك تحطها في كاتيجوري من هادو. داك البلان ساهل، حاجه ما تقدرش تغيرها، ما عندك ما دير. امبلاين شي حد خلى لك سين فيسبوك، شنو غادي دير مثلا؟ غتنطح راسك مع الحيط؟ do be like that. حاجه تقدر تحكم فيها كالاهداف راه غادي تختار اهداف تقدر تحققهم، ماشي غنقول مثلا بغيت نولي هو البوب ديال الفاتيكان. كاتيجوري الثالثه هي اللي مريكله، هنا فين كاينه واحد اللعبه اللي سميتها الانترنالايزين، هو انك كترجع الاهداف من شي حاجه اللي خارجيه لداخليه. هو ضرب هو المثال تاع ماتش نتاع التنس، انت تقدر مثلا تكون بريباري مزيان لذاك الماتش ولكن ما تقدرش تضمن الربح. سو بلاصه ما يكون الهدف ديالك هو انك تربح الماتش فراه خاصك ترجع الهدف ديالك داخلي، اي شي حاجه اللي ممكن تجيبها 100% الا بغيتي. فبلاصه الهدف يكون هو انه تربح الماتش فخاصو يكون انك تعطي احسن بيرفورمانس تقدر تقدمها. وكيقول لك ستويك انه ما خاصكش تصدع راسك واش المراه كتبغيه ولا لا، حيتاش هادي واحد حاجه خارجه على الاراده ديالو. يعني شنو الحاجه اللي غير ترجعها كتبغيه هي صحه ما يمكنش، ولكن هنايا كيمارس الانترنالايزين بحيث كيرجع الهدف ديالو بلاصت ما تبغيه المره ديالو هو انه يتصرف باحسن طريقه يقدر يتصرف بها في اي وقت. وهذا البلان تاع الانترنالايزين كينقص لك الثمن بسيكولوجي اللي انت كتحط في الحاجه، حيتاش فاش كتحط واحد الهدف راك كتستثمر فيه بسيكولوجيا واللاوعي ديالك كيبغي مردود على هذا الاستثمار. سو فاش انت كتانترنالايز الاهداف ديالك فراك كتضمن لراسك استثمار مضمون 100%، حيتاش كتولي لاعب في الترف ديالك اللي فات مات والحاضر حتى هو كيفنا. كيقول لك سيدي خاصك تنسى الماضي وتنسى حتى الحاضر. ماركوس اوريليوس كيقول بانه خاصك ادوبتي واحد الاتيتود نتاع الفيتاليزم. الرواد القدام نتاع الستويسيزم كانوا من اشد المؤمنين بالقدر، وكانوا انه كيقولوا انه الانسان خاصو يتقبل الاوراق اللي عطاوه القدر ويلعبهم باحسن طريقه ممكنه. فمثلا الى عطاه القدر الدور تاع شي ساعي فخاصو يكون ساعي باحسن طريقه ممكنه، والى عطاه القدر الدور ديال الملك فخاصو يلعبوا باي طريقه ممكنه. بحال الا الحياه هي مسرحيه نتاع القدر وخاصك تكون متقبل اي حاجه تطرى، ولا رفضت القدر فانك كتمرد على الطبيعه وبالتالي فغادي تزعزع دانكوليتي ديالك، ولكن غادي تقول ديك ثاني او ويا الحياه هي واحد الماتش نتاع الديربي مبرمج، علاش انا غادي نلعب اصلا؟ وفي نفس الوقت كتلقى انه الرواد نتاع ستويسيزم كانوا ملوك وناس بمراكز كبار وكانوا ديما خدامين للمستقبل وشاركوا في حروب، واخا كانوا عارفين انه النتيجه نتاع ديك الحروب مكتوبه. هنا خاصك تلعب على جوج نتاع الحوايج، الفيتاليزم للماضي والاحترام للمستقبل. حرفيا اي حاجه درتيها في الماضي فمن المستحيل انك ترجع ليها. ستويكس ما كيقولوش بلي ما خاصكش تفكر في الماضي بمره، ولكن غروسو مودو التفكير في الماضي خاصو يكون ينفعك فقط انك تبريباري للمستقبل. من غير هادشي كاع الاحداث ديال الماضي ما يستحقوش تفكر فيهم فقط، لانه صافي دازو الفيتاليزم. ثاني هو انك ما تقدرش تقنيا تغير الحاضر، كيعني انه ممكن تاخذ قرار ولكن فاش كتنفذ داك القرار فراك خليتي داك الحاضر ورجع للماضي. سو تقنيا ما عندناش لا قدره لا على الماضي لا على الحاضر المطلق، حيتاش بمجرد انني نتحرك فراه الحاضر مشى للماضي. اذا فالفيتاليزم كيتطبق على الماضي والحاضر تقنيا. من الاخر الميساج هو انه ما خاصكش مطلقا تفكر في الظروف اللي كان ممكن توقع، ولكن خاصك تاكسبت الوضع اللي فيه كما هو. وكاينين بزاف نتاع النويطات الاخرين وحوايج اللي زوينين بحال الواجب ديال الانسان اولا الواجب الاجتماعي ديالو، وكاين شي حوايج اللي ما كنفهمهمش بحال ممارسه الحرمان. فاش نمارس الستويسيزم خاصو مثلا الا كان الجو بارد فراه كيقول لك خاصني نتعرى شويه، تيقول لك انه خاصني نمارس داك الديسكومفورت باش نماكسيميز الفرحه ديالي بالحوايج اللي عندي. اولا خاصك مثلا تقعد بالجوع
وفي اي ميدان ولا في اي فيلوزوفي في الحياه فراغ غتلقى شي حوايج اللي في الاكستريم. سو داكشي علاش خاصك تاخذ الحاجه اللي بغيتي. كاين هذيك المويطه نتاع شي ستوكس اللي ما عمرهم ما غادي يتزوجوا بحكم انه تيقول لك ما غادي يضمنوا انه حتى حد غيبغيهم. اذا فما كاينش لاش يزعزعوا الترانكويليتي ديالهم ان دو بيرسوت اوف ويمن. ولكن كاينين المويطات مزيانين نتاع كيفاش تتعامل مع المعايير نتاع الناس وشنو هما الميكانيزمات اللي خاصك تواجه بهم هذه المواقف الاجتماعيه. وبزاف نتاع اللعبات اللي زوينين انا ما غاديش نبقى تقية عليك كل شيء، ولكن هادو هما المستملحات اللي عجبوني. ولكن تي انتريستد نخلي لك اللينكس نتاع هاد الكتب هاد ستوا سيزون بحق الا قدرتي تامبرمي هاد العجب، حيت انا ما عرفت فاش كنجي نقرا في البيسي ولا البورتابل فكتحفى عينيا لدرجه انه ولاو الحروف كيشطحوا. استيغماتيزم بيلاتيرا. سو اف يو لايك هاد التخربيق ام ميك مور، ولا عندك شي موضوع بغيتي ندويو عليه بوستد كل مزيان، ما تكترش من المناظره كتجي لحظه. الى اللقاء.